وللمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير، بعد التحية، كيف ترى خصوصية وقوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية ورمزية إقامة الاحتفالية التي تابعناها وما زلنا نتابعها الخاصة بمناسبة مرور 50 عاما على هذه العلاقات، مصر والإمارات قلب واحد؟ والله الحقيقة يعني العلاقات المصرية الإماراتية نموذج ممتاز ورائع للعلاقات بين الدول وخاصة بين الدول العربية. يعني أتمنى أن يكون كل العلاقات المصرية مع الدول العربية مثل ما هي مع الإمارات. نعم. الحقيقة يعني منذ من قبل أن تصبح الإمارات دولة موحدة سنة 71 كان هناك اهتمام مصري في عهد الرئيس جمال عبد الناصر بالإمارات مع انسحاب القوات البريطانية من شرق السويس. نعم. وبالتالي بعد ذلك الحقيقة نمت العلاقات ونمت إلى أن استقلت الإمارات وأصبحت دولة واحدة في مكونة من 7 إمارات، وتم تسميتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو واقع مهم جدا. العلاقات الحقيقة نموذج لأنها تشمل علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية، جميع أنواع العلاقات على مستوى رائع وعالي جدا بفضل الحقيقة إخلاص الشيخ زايد الله يرحمه. الحقيقة كان نموذجا ورجلا عربيا الحقيقة أصيلا، تميز بالأخلاق والسمات العربية الأصيلة القوية التي تجمع كل الشمائل الجميلة الحقيقة. يعني هو وقف إلى جانب مصر في كل ساعات الشدة وخاصة في عام 73، وأيضا بعد ذلك وقف الإمارات مع مصر في موضوع 30 يونيو التي أراد البعض أن يسميها انقلابا وهي حقيقة ثورة شعب، ووقف إلى جانبها وقفة شجاعة جدا. نعم. وقدم كل ما يمكن من جهود للوقوف إلى جانب الدولة المصرية لتقف على قدميها بعد الظروف السيئة الصعبة التي مرت بها في 25 يناير وما يتداوم من أحداث. نعم. السيد الرئيس وصف هذه العلاقات وعمرها 50 عاما بين مصر والإمارات بأن عنوان هذه العلاقات معالي السفير التوافق والتفاهم. إلى أي مدى يتحقق ذلك على أرض الواقع بين البلدين، بين مصر والإمارات، وبشكل خاص في المسار السياسي مثل ما ذكرت؟ والله الحقيقة يعني في تفاهم وإدراك لكل المواقف السياسية للبلدين، لأن هناك تحركات الآن المنطقة تموج بمختلف الآراء ومختلف المشاكل منذ أن جرت المؤامرة ضد إسقاط الدول العربية وإفشالها في يناير 2011 حقيقة. فبالتالي الآن كل هذه المواقف مهما تغيرت ومهما كان الإمارات مواقف ومهما تحركت مصر وكان لها مواقف، يتفهم الطرفان مواقف كل منهما ويساعدان بعضهم البعض في سبيل تحقيق الأمان للشعب المصري وللشعب الإماراتي. نعم. وإذا ما تحدثنا معالي السفير أيضا عن الجانب الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتي تشمل التبادل التجاري وأيضا تشمل الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر بنسبة كبيرة للغاية مثلما ذكر اليوم دكتور مصطفى مدبولي في كلمته، قراءتك لهذا الملف الهام ومدى التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة اقتصاديا بين مصر والإمارات؟ والله هذه المسألة الاقتصادية حقيقة الإمارات لا تبخل إطلاقا بالمساهمة في إنعاش الاقتصاد المصري، وتوجد في مصر أكثر من يعني أكثر من 1300 شركة إماراتية في أنشطة مختلفة مهمة جدا، وتزداد قوة مع الوقت وتزداد إيمان بأن التوثيق الاقتصادي بين البلدين أمر مهم جدا يفيد البلدين، تكسب الإمارات وتستفيد مصر. هذا أمر مهم جدا جدا جدا، واضح جدا أن هذا إضافة إلى أن مصر يعني توفد معلمين ومهندسين وفنيين
لدولة الإمارات يعيشون هناك وكأنهم في بلدهم الثاني، وسعدون بوجودهم بين أبناء الإمارات. نعم. أيضا مثلما تحدثت معالي السفير عن الجانب الاقتصادي، هذا الجانب من التعاون والعلاقات المصرية الإماراتية الاقتصادية تشمل الكثير من المجالات، في القطاع الزراعي، في الملاحة البحرية، في النقل، في الثروة الحيوانية. يعني هل تتوقع خلال المستقبل القريب إن شاء الله أن يكون هناك مجال أوسع للتعاون بين البلدين في ظل تعزيز ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية المشتركة؟ الواقع من يتابع العلاقات المصريه الاماراتيه يجد دائما التوسع يزداد كل عام. يزداد نشاط الشركات وحجم الاستثمارات، وتزداد انواع التخصصات المختلفه للشركات الاماراتيه، وفي تقدم حقيقه واعتماد البلدين على بعضهم البعض، وهذا يؤدي الى نشاط اقتصادي مثمر مفيد للامارات ومفيد لمصر حقيقه. نعم. أشكرك جزيل الشكر السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق.